ازيك يا دكتور، منورني النهارده. تسلمي يا رب. في البدايه كده عايزين نتكلم عن البانوراما بقى، يعني شكل كده او نظره عامه عن مسلسلات رمضان 2023. شفنا مسلسلات 10 حلقات، شفنا مسلسلات 15 حلقه، شفنا مسلسلات 30 حلقه، شفنا اجزاء من المسلسلات بتتكرر ولسه موجوده معانا بالسبع مواسم وبالثلاث مواسم، فعايزين نظره عامه كده من حضرتك في البدايه، ايه رايك؟ ماشي. مبدئيا يعني الموسم كان حافل زي ما حضرتك قلتي. كان عندنا حوالي 32-33 مسلسل، تنوع يعني في مسلسل 10 حلقات زي حرب أحمد السقا، مسلسل 20 حلقة زي كتيبة 101، ويمكن تقريبا كان بيكملوا بعض لان 10 حلقات و20 حلقة كان لازم يبقى فيه موسم، لازم 20 و10 طبعا. ومسلسلات كتير حوالي 14 أو 15 مسلسل 30 حلقة و16 اللي هم 15 حلقة. تمام. فالشكل العام بيقول ان في منافسه حلوه قوي، يمكن الشركه المتحده استحوذت على يعني الكم الاكبر، بس بين الدراما بقى والاعمال الدراميه كانت المنافسه شرسه. ولكن مش على مستوى الكتابه والاخراج، كانت المنافسه شرسه على مستوى المشاهدات. تمام. على مستوى الجمهور اللي هو اعلى نسبه مشاهده، مين يعني حقق اكتر نسبه مشاهده؟ جعفر العمده هو اللي حقق اعلى نسبه مشاهده. رجعنا ل حبيشه، يعني بالزبط. موسم حبيشه اللي فيه يعني القهاوي كانت بتتراهن على اللي هيحصل. لو جينا فكرنا حبيشه في الاخر لو هنتعامل معاه كمجرم، الناس كانت بتتعاطف معاه جدا، ومع جعفر العمده الناس بتتعاطف مع هذا الرجل البلطجي المتزوج اللي متزوج اربعه ومعيشهم في بيت واحد، يعني كميه القهر اللي بتحصل من هذا البطل التراجيدي بتقول لا، ان احنا عايشين ازاي الجمهور وهذا الكم من الجمهور يتعاطف مع هذا الرجل، ونبدا نخطط ونبدا ندعي ونقول ده النهايه هتتغير مخصوص عشان خاطر الجمهور. كله كان بيتوقع ان النهايه بالشكل ده والنهايه بالشكل ده. يعني الكلام كمان كان على مستوى ناس كبيره، يعني تخيلي لما المواقع والصحف تناقش، هل هو قدر ان هو ينجح برضه يحقق نجاح كبير؟ كل الناس في بيوتها كانت بتتفرج عليه على السوشيال ميديا، كانت في خلطة حضرتك يعني كده محمد سامي نجح فيها. ليس لعبقرية الإخراج ولا لعبقرية الكتابة ولا لعبقرية محمد رمضان المعترف بها بالفعل. محمد رمضان تسويق يعني؟ تسويق طبعا. محمد رمضان ممثل من الممثلين العباقرة بالفعل، ربما هو من مدرسة التشخيص اللي تميز بها الفنان الراحل أحمد زكي. لم تظهر قدرات محمد رمضان الحقيقيه من مسلسل حبيشه، من بعد مسلسل حبيشه. محمد رمضان ما قدرش بيقدم جزء من موهبته، مش بيقدم كل موهبته. نوع من ايه السبب؟ ايه السبب في ده؟ محمد رمضان عنده الذكاء الاجتماعي والفني اللي يخليه يمشي على مدرسه الزعيم عادل امام. عادل امام لمده 60 سنه هو المتصدر. طبعا كان عيد ميلاده امبارح، عايزين نقول له كل سنه وانت طيب طبعا للزعيم الجميل عادل امام، ربنا يبارك في عمره. يعني يا رب. الحدوته كلها انه ليس هو الافضل تمثيليا، أو ليس الاكثر موهبه. عادل امام ليس الافضل تمثيلا ولا موهبه في جيله، ولكنه الاكثر ذكاء في الحفاظ على هذه الموهبه. كيف يقود قدراته؟ عادل امام نجح في انه يفضل لمده 60 سنه هو المسيطر على الكوميديا، على الكوميديا وعلى الدراما. حتى لما عمل دراما، يعني عادل امام عمل الارهابي، عمل مجموعه من مع وحيد حامد كلها لا علاقه لها بالكوميديا، وظل متصدر في فتره من الفترات في الثمانينات مثلا. كان عمل سلسله كنا بنسميها احنا سلسله افلام الفلاحين، هو عادل امام كان بيقول عليها سلسله افلام الفلاحين، زي شعبان تحت الصفر، رجب فوق صفيح ساخر، رمضان فوق بركان، المجموعه الهلفوت، كل المجموعه دي مجموعه خلت عادل امام اللي بيعمل هذه التفاهات هو نفسه المتصدر. محمد رمضان ماشي نفس المدرسه. هو عارف ان اي ممثل فترته ووجوده وتميزه مش هتستمر اكتر من 10 او 15 سنه. تمام. فيكون ثروه، يعمل اللي هو، بدليل انه ايه اللي ربط محمد رمضان بالغنى والمهرجانات والسفر في امريكا. الناس حابه الكاركتر ده، حابه الحاله بالزبط اللي بيقدمها. هو ذكي، قريب من الناس في البيوت، قريب من الشباب، قريب من الولاد الصغيرين. وهو ابن بلد، يمكن مع او ضد اللي لا بيقدمه. هو ابن بلد بره الدراما، هو ابن بلد قوي، هو محبوب جدا في الشارع. هو محبوب جدا في الشارع. لما الناس قالت ان هو
غير مرحب بيه في اسكندريه، نزل في اسكندريه نزل ورا الناس قد ايه هو الناس مرحبه بيه، اسكندرانيه مرحبين بيه. محمد رمضان لم هل يخرج، هل دي بتكون يعني حرب سوشيال ميديا بقى ويعني بيشن؟ اه بدليل انه السنه اللي فاتت لم يذكر اي شيء يخص محمد رمضان. انت فاكره اسم المسلسل حتى السنه اللي فاتت؟ مش هنفتكر. لا الحقيقه السنه اللي فاتت محمد رمضان ما قدرش يحقق نجاح ولا اللي قبلها. هل ده لان المخرج ما كانش محمد سامي، ولا هل ده لان محمد سامي ذكي في هذه الخلطه؟ راجل استطاع ان يصنع علاقه طيبه مع كل المواقع. الناس اللي بتقول هل استطاع يصنع علاقه طيبه مع الكرو بتاع العمل؟ طبعا سمعنا طبعا ان طبعاً كان في مشاكل كتيره جدا. طب يعني هقول لحضرتك مثلا من الذكاء ان هالة صدقي يطلب منها بالفعل اعملي بوست احنا هنغير النهايه عشان خاطر الجمهور. معقول بامر من محمد سامي ده متفق، ده ذكاء متفق عليه. تاني يوم او ثالث يوم قالت يعني بعتذر للساده الصحفيين اللي هم بالبلدي بلعوا الطعم وساعدونا في ان احنا نقول ان النهايه هتتغير، فانا بعتذر لهم بقول لهم مفيش، مش هيحصل، مفيش نهايات هتتغير عشان خاطر الجمهور، النهايه مكتوبه من زمان. هم قدروا ان هم يصنعوا الترند، هم صنعوا الترند. نيجي نشوف على النقيض مثلا